بمناسبة الذكرى 90 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، أقامت السفارة الصينية بدمشق حفل استقبال في فندق داماروز بحضور العديد من الشخصيات السياسية الرسمية. الملحق العسكري الصيني وو جينغ هوي أكد في كلمة له أن التواصل والتعاون بين الصين وسوريا وجيشي البلدين لم ينقطع مطلقا طيلة سنوات الأزمة، معربا عن احترام بلاده حكومة وشعبا وجيشا لاستقلال وكرامة وسيادة سوريا، وأصرارها على أن الحل السياسي هو الطريق العملي الوحيد لحل الأزمة، بحيث يقرر السوريون أنفسهم فقط مستقبل بلادهم. الملحق العسكري الصيني لفت إلى علاقة الصداقة التي تجمع الشعبين الصيني والسوري وتطور العلاقات بشكل مستقر وحفاظ جيشهما على التعاون فيما بينهما دفاعا عن الاستقلال الوطني والسيادة والكرامة الوطنية لكلا البلدين، ودعا إلى تخلي المجتمع الدولي عن المعايير المزدوجة وإلى تضافر الجهود في محاربة الإرهاب، مبينا تشارك مصلحة بلاده مع سوريا في مكافحة الإرهاب.
عم نحتفل بالعيد بعيد الجيش الصيني في دمشق، فهذا حدث بحد ذاته، لكنه حدث قريب إلى قلوب السوريين جميعا، وهو حدث دولي بكل ما تعني هذه الكلمة. الجيش الصيني من الجيوش التي تحترم الأمن والسلم الدوليين. الجيش الصيني جيش عقائدي لا يعتدي على الآخرين، بينما تلاحظون أن ما يسمى بالتحالف الدولي بين 60 من بلدان العالم مهمته الأساسية الاعتداء على المدنيين وقتل السوريين وعدم محاربة العدو الأساسي للإنسانية وهي الإرهاب وداعش وجبهة النصرة. سوريا ترتبط بالصين بعلاقات متطورة، بما في ذلك العلاقات المتطورة بين الجيشين العربي السوري والجيش الصيني، ونحن نعتز بهذه العلاقة. هذه العلاقة بنيت عبر التاريخ وعبر مواقف مشتركة تجاه قضايا إقليمية ودولية كثيرة. أما العلاقات الثنائية بيننا وبين الصين فهي متطورة بشكل مستمر، وهي علاقات استراتيجية في كافة المجالات، بما في ذلك أيضا التنسيق العسكري تجاه مواقف كثيرة. أتوجه إلى الصينيين للتهنئة بمناسبة عيد الجيش الصيني، ونؤكد أن سوريا تحترم عقائدية الجيش الصيني وترغب بتطوير العلاقات بين الجيشين في البلدين الصديقين، لأنها وهي فعلا علاقات متطورة، كما هي العلاقات أيضا بين البلدين الصديقين سوريا والصين متطورة، ونحن نعتز بالعلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين. العلاقات الحالية بين سوريا والصين فهي شاهد عظيم على عمق هذه العلاقة. اليوم أنا شخصيا موجود في دمشق وأشعر بسعادة كبيرة لأن وجودي تصادف مع عيد الجيش الصيني العظيم. الجيش الصيني البارحة أجرى استعراضا عسكريا لا مثيل له، أثار دهشة العالم. مبروك للصين ومبروك لسوريا، ونتمنى للصين المزيد من الانتصارات، وتتزامن ذلك أيضا مع انتصارات الجيش العربي السوري. وبالمناسبة أحدثكم عن تجربة شخصية، حيثما ذهبت في الصين وقابلت ضباط الجيش والقوات المسلحة الصينية يعبرون دائما عن فخرهم واعتزازهم بانتصارات الجيش العربي السوري. فنرجو لهذين الجيشين المزيد من التقدم وإلى الأمام، وشكرا.